شفت ازاي حصول النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم للانديه؟ دي المره الثانيه في تاريخ النادي الاهلي، المره الاولى كانت 2006، المره الثانيه في 2020 او 2021. انجاز كبير يضاف للنادي الاهلي، وكمان مسؤوليه على مستر بروكيتش انه الفتره الجايه محتاجين منه يطلع لنا يعني من قطاع الناشئين لعيبه تكون على نفس مستوى لعيبه الفريق الاول. Ano. Tak teď je krásná příležitost poblahopřát všem z rodiny Al Ahly k letošním úspěchům nebo طبعا دي لحظه مناسبه جدا. طبعا انا ابارك لكل النادي، لكل الاعضاء، لكابتن خطيب ولكل الاعضاء مجلس الاداره، كل الجماهير ولكل الناس شغاله في النادي الاهلي على النجاح اللي حققه النادي الاهلي وحصوله على المركز الثالث. Nebo je tenhle ten úspěch může být svazující pro mě motivující, pro mě to motivace. بالنسبه لي المكسب ده او وصول الاهلي للبرونزيه ده بالنسبه لي موتيفيشن او دافع كبير. وانا فخور جدا طبعا بالمكسب ده، وفخور طبعا بشغلي في العمل ده، بالعمل في النادي الاهلي. Jsem v úplně jiném prostředí, kde můžu zkusit kombinovat. ومبسوط جدا من وجودي في بيئه تعامل مختلفه تماما عن اللي انا كنت متعود عليها. وان انا بقدر اربط من الحاجات اللي انا بشوفها في مصر والخبرات اللي انا اكتشفتها وعملتها في جمهوريه التشيك وفي اوروبا.